الإعلان القضائي هو الوسيلة التي حددها القانون لإخطار المدعى عليه بالدعوى المرفوعة عليه وتكليفه بالحضور لسماع وجهة نظره في الدعوى المرفوعة. الإعلام بيثير مشاكل كثيرة في الواقع العملي. الإعلان بيثير مشاكل كثيرة في الواقع العملي. لعل من أهم هذه المشاكل مشكلة تسليم الإعلان في الموطن العام وتسليم الإعلان في الموطن الخاص. الإعلان بيثير مشاكل كثيرة في الواقع العملي. أهم هذه المشاكل هي مشكلة تسليم ورقة الإعلان في الموطن العام وتسليم ورقة الإعلان في الموطن الخاص. الموطن العام يا حضرات هو محل الإقامة. محل الإقامة المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. أما الموطن الخاص فهو موطن خاص ببعض فئات المجتمع الذين يباشرون حرفة تجارية أو صناعية معينة. كافة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بهذه الحرفة التجارية أو الصناعية يتم تسليم أوراق إعلانها في الموطن الخاص. تاني، كافة الأوراق القضائية وكافة أوراق الدعاوى المتعلقة بالحرفة التجارية أو الصناعية يتم تسليمها في الموطن الخاص. لأن يا أستاذ إذا تم تسليم الإعلان على نحو غير صحيح بيكون الإعلان باطل. ما لم يحضر المدعى عليه بالجلسة أو يقدم مذكرة بالدفاع. تاني، لأن الإعلان لو تم تسليمه على شكل على نحو غير صحيح في الحالة دي بنقول إن إحنا أمام إعلان باطل. ما لم يحضر المدعى عليه بالجلسة في الحالة دي يا أستاذ الحضور بيصحح البطلان الذي شاب ورقة الإعلان أو إيداع مذكرة بالدفاع. قانون المرافعات ساوى ما بين الحضور وإيداع المذكرة بالدفاع من حيث الأثر المترتب وهو تصحيح البطلان الذي شاب ورقة الإعلان. أيضا القانون حدد مواعيد معينة لمباشرة إجراءات الإعلان، وهي الإعلان من بعد 7 صباحا وحتى 8 مساء. بمفهوم المخالفة لا يجوز الإعلان لا قبل 7 صباحا ولا بعد 8 مساء. أيضا يا حضرات القانون بيمنع الإعلان في أيام العطل الرسمية. ما لم يكون هناك إذن من قاضي الأمور الوقتية في هذه الحالة الإعلام بيكون صحيح. تاني هذه النقطة، لا يجوز الإعلان. الأساتذة بتتكلم مرة بعد إذنكم يعني عشان خاطر زمايلك بلاش. تاني القانون بيمنع الإعلان قبل 7 صباحا ولا بعد 8 مساء. أيضا القانون بيمنع الإعلان في أيام العطل الرسمية ما لم يوجد إذن من قاضي الأمور الوقتية. إذا كنا حصلنا على إذن من قاضي الأمور الوقتية فالإعلان في أيام العطل الرسمية إعلان صحيح.
إذا حصلنا على إذن من قاضي الأمور الوقتية بالإعلان قبل 7 صباحاً أو بعد 8 مساءً، الإعلان صحيح. قاضي الأمور الوقتية يا حضرات هو القاضي المنصوص عليه في المادة 27 مرافعات. ما تخلطش ما بينه وما بين القاضي المستعجل أو القاضي الوقتي. قاضي الأمور الوقتية ده القاضي اللي نصت عليه المادة 27 مرافعات. لا تخلط ما بينه وما بين القاضي المستعجل أو القاضي الوقتي. قاضي الأمور الوقتية أستاذ بيصدر قرار أو إذن، بينما القاضي الوقتي أو القاضي المستعجل بيصدر إيه؟ حكم. يبقى هناك فرق ما بين القرار والحكم. قاضي الأمور الوقتية المنصوص عليه في المادة 27 مرافعات هو رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينيب في ذلك. إذا كان الأمر داخل في اختصاص المحكمة الابتدائية. أما إذا كان الأمر داخل في اختصاص المحكمة الجزئية فقاضي الأمور الوقتية هو رئيس المحكمة الجزئية. يبقى ده علشان حضرتك ما تخلطش ما بين قاضي الأمور الوقتية اللي موجود في المادة 27 مرافعات والقاضي الوقتي أو القاضي المستعجل المنصوص عليه في المادة 45 مرافعات.